وهلا حديث البلد مع شكران مرتجى. وسهلا فيك بحديث البلد. أخيراً. يعني الانسان ما في بنطلتك بده هيك بفوت عليه طاقه ايجابيه. ما في ما يتبسم وما في شقران بدل شكران. بس شو لبق لك؟ كثير لبق لك. ايه عن جد كثير لبق لك. ايه يعني تغيير شوي هيك. بس لا. ما في احلى منك تكوني واثقه، فكثير منيح انه كون حلوه بعيونك. هذا الشيء بيعني لي كثير. حبيبتي شكران مرتجى، اهلا وسهلا فيك. انت ممثله فلسطي سوريه مثل ما بتحبي تعرفي عن حالك، التحقتي بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، برعتي بالدراما واصبحتي كمان من ابرز الوجوه الكوميديه بالعالم العربي، برصيدك اكثر من 100 مسلسل واعمال مسرحيه، 100 شكران يعني كلمه بتتم يعني مثل ما بيقولوا، وعمل سينمائي واحد لبناني هو فيتامين. ايه وفي شيء ثاني بس يعني فيتامين هو اللي اكثر شيء كان عليه سبوت لايت. يعني تضوى عليه، بالاضافه لخوضك تجربه تقديم البرامج. شكران مرتجى، مزبوط انتم التقيتوا سوا كنتوا عم تعملوا بيلوت لشيء لا اشتغلنا سوا، كان نايم يكتب سي بي ام، برنامج كنا على الام بي سي، كان كله مزح وضحك. أيوة وكوميدي. أيوة حلو كثير. فكان نعيم هو اللي كتب لنا يعني جزء من السكتشات. مطبع الكرات هالنعيم. كنت انا بحبه كثير من ايام الاسأل شي، وكثير ولا مره اعلنت لي عن هذا الحب. ليه ما بعرف. هلا اتس نيفر تو ليت لانه كل شيء بوقته حلو. فهلا هلا وقته. اي يعني انا طرت حتى انضجت شوي نعيم انت لانه كثير طايش. على فكره اسم الله 100 يعني 100 عمل، يعني الواحد صار كل ما يطلع عمل جديد بقول شكران شو دوره بهذا. شكران انت بتحبي الشوبينج كثير ومهووسه بشراء الثياب، بس معقول يعني بتحب الشوبينج لدرجة أنه قبل ما نتفق على الموعد اللي رح تطلي فيه بحديث البلد تشتري فستان للبرنامج؟ فتت اشتري الفستان هذا، لقيته كتير حلو. عن جد كتير حلو وكتير إليجنت كتير لبقلي. ميرسي هذا من ذوقك. فعم باخذ وبعطي وعم قلها راعيني ويعني رخصي لي شوي وكذا وكذا. قلت لها صدقيني لألبسه بحديث البلد. أنا قلتها بس ما بعرف أنه أنا حأطلع بحديث البلد ولا هي، بس قالت لي أكيد. قلت لها وعد، وهلا هي عم تشوفني وحتعرف انه انا ما كذبت عليها. مزبوط. ولبسته بحديث البلد. وبعد ساعتين بعد ساعتين حكتني ندى على حكتني ندى، وانا لما طلعت انا كاتبه اسمها ندى حديث البلد. فلما طلعت انه اللي تكون هي اتصلت فيها وقالت لها انه اشتريت من عندها الفستان طلعوها. مش لهالدرجه بس النسيين معها، لانه مو معقول قالت لي بدنا اياك. قلت لها اكيد بدي اطلع لانه جبت الفستان خلص انا صرت جاهزه. قال توت، بتعرفي توت بتسائل. اوكي. بيقول قال شو رح تلبسي بافتتاح الجسر اللي رح يربط لبنان بقبرص سنه 2040؟ بازلك هالقد بتستني. إذا الله أعطانا عمر نشتري من قبرص. من قبرص. هلا خلينا نبني الجسور بين البلدان العربية قبل ما نروح على إن شاء الله يا رب على قبرص ولهالفستان الحلو هالغنية. بلبس فستان الأخضر ولا فستان الأحمر، عازمني على السهرة دلينا وين بنسهر. لبقلك يا شكران. شكران معقول حبك لوائل كفوري يا شكران؟ يا أمي يخليك تتزرعي بحضور برايم مع عرب ايدل حتى تلتقي فيها. شكران. اي والله الحب بيعمل المستحيل. يعني انت اجيت لهون هلا تتشوفني حديث البلد مثل ما راحت كرمال وائل كفوري. عن جد وحتكون هذه طريقتك دائما متابعة. هي طريقتي دائما بمتابعه نجومي المفضله مباشره. ما بعرف رقم رايح من عندي. طيب بس شكران رحتي انت وبدك انت بتحب الفن بتشجع الطاقات الصوتية الجديدة يعني. لكي أنا قبل ما أنه بحب الفن أنا بتعامل بحياتي الطبيعية مثل أي حدا. يعني مثلا أنت ما رحت قصدي الأرب آيدول حتى تشوفي المتابعين الجديد؟ لا والله لا كمان لا. هذا أحد الأهداف. إيه أحد الأهداف بس الهدف المباشر هو وائل كفوري. وعلى فكرة رحت بدون يعني بدون دعوة أنه من دعوة ام بي سي أبدا. أخذت تاكسي ورحت. مواطنة عادية جدا جدا لابسة ثياب عادية، يعني حتى الناس تفاجأت لما شافتني
سائقه، وانا طلبت انه ما حدا يقرب علي، انه انا بدي رايحه هيك، انه انا بدي انا من الناس بدي مخمخ ايوه وكون قريبه يعني شوي بدي اتفرج قدر الامكان بس ما كنت كثير قريبه قدر يعني كان في شويه تبادل نظرات. لا بس عن جد هلا بدي احكي انه انا كثير كنت بحبه لوائل وحبيته اكثر لما التقيت فيه باسمه الكبير طبعا لانه كان لقائه واستقباله الي يعني ما بتتخيلي قد ايه كان ما يعني متواضع ودم خفيف مثل ما بنشوفه طيب وائل طيب كتير يعني كتير واستقبلني كأنه بيعرفني من 100 سنة وطلع إنه هو كمان كلنا بنعرفك كلنا بنعرفك يعني بس حسسني في ناس بتعرفك وما بتحسسك بتحس إنه هذا هدول سنوبيزم يعني تماما فكان كتير لطيف وجنتل ومحبته وصلت لقلبي مثل ما محبتي وصلت لقلبه وطلع عم يتابعني على تويتر ووعدني قال لي تاني بكرة رح أعمل لك فولو وأنا قلت يعني شو بده يتذكر ليتذكر وهيك فقت الصباح بحبك متابعه وائل كفوري فولو مي او ماي جاد عن جد كثير انبسطت كمعجبه يعني عن جد انبسطت ولهلا بتواصل انا وياه وبطمن عليه كل فتره وبيرد علي له تويتات وبرد عليك برد عليه بالزجل اللي بيعمله احيانا بيعمل زجل فبرد عليه مثل ما بيكتب مثلا مره شو قايله انا ولي ليك الكل عينه عليك مهما اكلت ومهما شربت بنقول لك اسم الله عليك ايوه يوميتها كان عم بيقول انه هو عم ياكل كثير وعم ينصح فانا رديت عليه انه شو ما عملت وشو ما سويت نحن كلنا بنحبك يعني الغزل ضارب على على التويتر وكمان كتبتي له شو عندك عالم بتحبك ما هم الا تبقى جنبك كله على ال على الوزن لانه هو هيك بيكتب ليك يا عليكم ان شاء الله فضحني لانه ليك حتى نحن يكون انه حكينا مزبوط يعني عرفتي كيف موثق برافو عليكي لا تخلي يزعل قلبك بنحبك وائل بنحبك لك ما يقوم ياخذ له شيء وحده منهم ويعملها غنيه وما يعطيك حقها بينعملوا اغاني عن جد بينعملوا اغاني بس لازم هلا تعمل لي تويت لإلي ايه يلا. يعني نحسب انا وياك عاملين فولو لبعض يلا تعال وطلعنا هلا غني هلا وانت شفت نعيم ورحت لا من ايدك ولا من اجرك يلا بعطينا شو وحده طيب انا برد عليك بنجرب بنحاول بلش انت لا انت لا انت حضرتك لا لا, لا حضرتك لا. انت من اهل البيت جمالك شعشع الشاشه هيك شغله جمالك شعشع على الشاشه شو بتجاوبيه؟ يا ريتني حامله رشاشه رشاشه لا دخيلك ما بدنا دخيلك ما بدنا سلاح وما بدنا شيء انا بحكيها غزل بالمعنى المجازي بحكيها غزل بترد علي بالرشاشه رح احضر بوكس وحط لك على عينك شاشه يعني شوي يعني بنضل بالعنف بس انه يمنعه انه ينظر بقى هلا انا بقول مين معي وانفولو مين معي وخلصنا مين معي انت تحركش فيه وانا مين معي وايوه بلوك فورا وهو محركش فيك وعم بتغزل ومين معي بالاخر انا تبلشت بغزل ردت علي بهجومات ومدري شو بدنا طب ما هلا البنت ما فيها تتجاوب دغري يا نعيم انت بدك تكون تعرف يعني طيب حبيتك من اول ما شفتك من اول مسلسل الحلقه الاولى المشهد الاول منيح لكن ان شاء الله بتقبر قلبي انت والصلعه تبعك هيدا غزل تويتري مباشر وخلص من الاخر ولا طباعه ولا شيء ولا تقدر تطبعي وهيك اصلا احلى شيء فيك شعراتك تسلمي على قلبي بتحبيهم مثل ما عاملهم اليوم؟ ايه كثير إيه. يعني هيك احلى من الحلقه الماضيه هي قصدها عنهم شعرات حبايبي عندي شعر هلا انا دوري بقى شو رايك؟ يلا قولي لي ما انت كمان عامله مقدمه برامج اعطينا على الموضوع جيب البضاعة يا واد اها ثانك يو وهيدا شكرا يعني رح بلش اقول شكرا لا. قبل ما تفتحي هذا اقل شيء هي هذا مشروع قايمه فيه صبيه بالشام اسمها حنان مشعل بوجه لها تحيه اسم المشروع فرنجات انا شفتها بالصدفه وشفت بايدها شيء انا لهف قلبي فقلت لها انا لهف قلبي بشفت العلبه كمان العلبه الشاميه والشغله الشاميه لا لسه حيلهف في قلبك اكثر لما تشوفي اللي جوا فقلت لها حنان انا عندي حديث البلد بعد فتره وحابه اهدي منى شيء له علاقه بسوريا ولبنان حابه انه نكرس قصه انه نحن شعب واحد ببلدين حابه كرس انه نحن سوا ربينا حابه انه ما فرقته السياسه يجمعوا الفن
هي الفكرة هي العملة السورية، الفرنج السوري أو الفرنجات السورية القديمة يلي انقرضت، يلي هي الوحيدة اللي ما انقسمنا عليها، يعني ما صار في مثل ما صار في عالمين، وفي هي الوحيدة اللي جامعتنا. فعملت العملة اللبنانية، عملت العملة واو. اللبنانية وعملت العملة السورية بإسوارة حتى تلبسيها وفي الأرزة مدلول. وإيه إلى مدلول إنه أنا من الناس اللي مصرة إنه نحن سور بينا، صح. ومصرة إنه لازم ما يكون في خلافات بين البلدين، لأنه على صعيد الشعب أصلاً حياته كان في خلافات، حتى على أي صعيد نحن كتير. وبدي أقول لك شكراً إنه مثل ما قلتي مشروع فرنجات بليز أنا بحابة ركز عليه، لأنه هو مشروع له علاقة بسوريا كتير وتوحيدي كتير، وعلى شيء بيجمعنا، لأنه وهي عم تعمله هلأ بحاجة لشيء يجمعنا تماماً. وهلأ هي عم تعمل العملة لكل بلد، يعني بتعمل مثلاً العملة اللبنانية لحدا لبناني، لأنه أنت وقت بتسافري ما بتصرفي عملتك، بتصرفي عملة البلد اللي أنت فيها، بس بتضل عملتك هي رمزك وموجودة، والعملة بتمثل البلد ما بتمثل حدا. نعم. احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي ماري على الشجر، خلينا بحبه فيروز عن اهلي، خلينا نقول على دلعونه ونذبح احكيلي عن جارة طفولي حكاية طويلة. شكرا عن جد إلى قيمة كتير. Thank you. شكراً إليك. هيدي هدية من القلب. أكيد. هي هدية من كل السوريين. صح. إليك، لأنه أنت بتعرفي قديش بنحبك عن جد والله. القلوب عن بعضها. القلوب عن بعضها يعني. أكيد. شكراً. أبدعتي بالدراما بين سبع نجوم اللي كان فرصتك الذهبية بالكوميديا، ولقائك مع أمل عرفة بدنيا اللي توجك ملكة الضحكة. اليوم بعد 15 سنة رح ترجعوا كثنائي برمضان المقبل بجزء تاني من هالمسلسل المتقن جدا واللي علم كثير، واللي بعده يعني عم تقول عم فكر انا بعد 15 سنه انه معقول صار له 15 سنه 15 من 2000 عاد وما انشبع منه للمسلسل، تبعته اجيال يعني. قديش يعني قديش هالمسلسل عاش وبعده عايش بذاكرة الناس. اللهجة هيدي شو اللهجة؟ هلا انا مو لهجة، انا بقرط بكل الاحرف. انت ايه انت بس ايه؟ هي عندها هي لهجة ضيعة بحمص. شو بتقول بس ذكرينا شوي، بتعرفي يعني بتقلدها؟ هلا انا ما بعرف كثير قلدها، بس هي بتقول متعين كن متعين كن، يعني هي بتمط كثير. اي نعم بتعمل هيك كثير. وانا بقرط بقى بكل الاحرف. انت هلا بدك تحكي لنا جملتين ثلاثة من دنيا. انا ما يعني شو بدي اقول. هلا هي عندها جمل معينه الناس بتحبها، مثلا هي ما بتقول الصراحه الصراحه، هي بتقول الصناحه الصناحه، هي بتخن هي بتخن وبتقرط. فتخيلي بعدين هي مثلا عندها مشكله لما بتتضايق، يعني الاه تبعها بتحسيها طالعه من الامعاء الغليظه مو طالعه من الهي، يعني هي هيك لما بتتضايق بتقول بتحسي من ما بعرف من وين بتطلع هي الاه، بس بتحسي يعني طالعه من جوات جواتها. مش معقول شو هالثنائي المهضوم، وقديش في اتقان لدور كل واحد منكم ان شاء الله يا رب للهجه وهيك. فنحن كلنا منتظرين ان شاء الله. نحن بنقول بنلدغ بالحرف غير نقرأ. شو ما قلت شيء انا، بس عم لك نحن شو بنقول. المهم النيه، وهي نيتها سليمه ما هيك؟ شفتي؟ قلت لي صديق الطفولة. أنا أبقى بتغير كثير يا نعيم. أنا أبقى لك يا شكران. شكران بدك تطلعي بالليل وتخبرينا شو صاير بوشك. هي أول مرة بتظهر هي الصورة على فكرة. هذا دوري بمسلسل اسمه بانتظار الياسمين، بيحكي عن الحرب. أم عزيز هربت من الحرب لتحترق بالجنينة اللي بتنزل فيها. وهي عم تطبخ. نزحوا على الجنينة. نزحوا على الجنينة وهي عم تطبخ لأولادها تحترق. هذا الشيء بينعكس جوا كتير. كتير بينعكس. يا محلى اللي برا. هي بكون احترقت أكتر من جوا. وبيأثر على علاقتها بالآخرين. وبيأثر على علاقتها بأولادها. وعلى كل الجو المحيط فيها. من أهم الأدوار اللي اشتغلتها. تقولي دور مركب جدا. كتير صعب. لأنه حدا بيتحول.
يعني بعد ما بتحترق بتتحول بصير الكره أكتر، الحقد أكتر، بس كمان رد بترجع، لكن الأصيل بيرجع لطبعه. وكتير بيصير فيها قصص مع عزيز. مع عزيز هي نموذج عن كثير نساء من سوريا. يعني ممكن هيدا الحرق هو حرق بالشكل، بس هو هو دليل الحرق الداخلي. تماما. اللي في كثير ام عزيز، في كثير ام عزيز هلا بسوريا وبكل الوطن العربي محروقين من جوا، فبنتمنى لهم انهم يشفوا مع انه صعب، يعني بده وقت كثير. شكرا، بدنا نتمنى لك التوفيق باطلالاتك المكثفه الرمضانيه، يعني برمضان الجاي ان شاء الله. من خلال 5 مسلسلات، اسم الله 5 بعيون هيدي 5 ملك حاره 7 صح، دنيا 2 دنيا 2 سوا، انتظار الياسمين، انتظار الياسمين، حاره المشرقه، حاره المشرقه، يعني ان شاء الله يا رب. ولا يمل لا يمل لا يمل، يعني بضل الواحد بده ينهل اكثر واكثر. شكرا. هلا عنا معك انترفيو بيفور اند افتر. اوكي اوكي اوكي. شكران مرتجى وانترفيو قبل وبعد وبعد. شكرا. بجملة، شو تغير فيك قبل وبعد الحرب بسوريا؟ كنت مو صبورة أبدا، هلأ صرت أكثر صبرا. تعلمت تعلمت الصبر. شو تغير بسوريا قبل وبعد الحرب؟ حلوة، كانت حلوة، لساتها حلوة، بس حزينة. مثل ما بيقول نصري شمس الدين تاري قلبي الحلوة بتضل حلوة. حلوة بصارت حلوة وحزينة. وصلوا الحلوين الحلوين وقعدوا بالعلبة وشفنا اللي كنا من سنين بنعرفها حلوة، شو كانت حلوة وشو بعدها حلوة. شو حلوة، عن جد شو حلوة. هلا طلعت معي قلبت بأرضها. مش معقول مش معقول. شو تغير بالدراما السورية قبل وبعد الحرب؟ قبل كانت منوعة أكثر، بعد صارت كثير عم تحكي عن الحرب وعن الأزمة، لأنه الفن مرآة المجتمع. صح. والمجتمع هلا بحالة حرب. شو تغير بالعلاقات بين الفنانين بعد وقبل الحرب؟ قبل وبعد الحرب. قبل وبعد، قبل ما كان في هي قصة مع وضد، بعد صرنا في شيء مع وضد. بس أنا بتمنى نكون كلياتنا مع سوريا وكلياتنا ضد اللي ضد سوريا. تعرفتي على كريستين ولا ما صار لك؟ ذات الابيض. نعم. والقوامه الرشيد. قلت لها كان جاي على بالي انزل انا من فوق. والله العظيم. والله انا كمان بقول شي نهار، بس بعدين قررنا انه نبقى ننزل نعيم من فوق، شو رايك؟ قال بدفشوه، حدا بدفشوه، مش نعيم. هي فوق هلا؟ هيها فوق. يلا يا حذرتي حذرتي كريستين. كيف ناسيت ليك؟ لا بدها جوانح بعد. كيفك؟ تمام؟ باي كريستين. شو مكتوب على الكارتة؟ كيلو اللوبيا ب 8000 ليرة لبناني، فاصلي الخضرجي نعيم على السعر. معلم. نعم تفضل. خليك معي. قديش كيلو اللوبيا؟ 8000. شو 8000؟ 8000. لا بدك تحكي لبناني لانه هو 8000 لبناني. هلا شو قصدك؟ مو سوري. ايه معلم قديش كيلو اللوبيا؟ 8000. غالي. رسمال عم بعطيك اياها مدام، والله مش ربحان فيها. مش موسم. مش موسم. شو رسمال؟ هلا بالمحل اللي قبلك بستة وما رضيت، قلت لانه انا زبونتك. طب روح اشتريها من هذا المحل اللي حدي. معقول معقول هيك؟ قصدي يا مدام، طب ما في زبط لك السعر اكثر من هيك؟ معقول انا زبونتك صار لي 10 سنين ولو بعت مثلا. طيب كم كيلو بدك تاخدي؟ نص كيلو. صار لك ساعة بتشعري كرمال نص كيلو. بتفرق بتفرق. روحتي لي 3 زبونات.